القمع ومعاناة المرأة الإيرانية من انتهاك حقوق الإنسان على يد نظام الملالي الإيراني الكاره للمرأة. بعد أقل من شهر من انتصار الثورة المعادية للشاه في فبراير 1979، تظاهرت النساء الإيرانيات، وكان خطاب خميني في مدينة قم الذي فرض فيه الحجاب على النساء السبب في هذه المظاهرة. وجدير بالذكر أن تصريحات خميني عن الحجاب كانت أول محاولة له لنشر القمع في المجتمع. ومنذ الأشهر الأولى من تولي خميني السلطة وسرقة قيادة الثورة المناهضة للملكية، جعل مقارعة المرأة أمرا مؤسسيا في المجتمع الإيراني. ولهذا السبب أصبحت النساء الإيرانيات اللائي قدن النضال من أجل التحرير في الشرق الأوسط أول ضحايا القمع والديكتاتورية الجديدة التي صعدت إلى كرسي السلطة. وفي إهانة صارخة للنساء قال خميني: لا ينبغي أن تدخل النساء غير المحجبات في الوزارات، ويشترط ارتداء الحجاب الشرعي للعمل. وبعد أن صدق خميني على دستوره، حرمت النساء قانونا من تولي المناصب السياسية مثل القيادة ورئاسة الجمهورية والقضاء والعديد من المناصب الأخرى. لماذا الاضطهاد المزدوج ضد المرأة في الفاشية الدينية؟ منذ ذاك الوقت فصاعدا استبعدت الحكومة الذكورية المناهضة للمرأة النساء الإيرانيات في جميع المجالات، ونتج عن استبعاد المرأة في الساحات الاجتماعية والسياسية والثقافية خلال 40 عاما من حكم الملالي الفاشي وحرس الملالي ما يلي. أن معدل مشاركة المرأة الإيرانية منخفض جدا مقارنة بدول الشرق الأوسط. وفي الحقيقة لماذا يتراجع وضع النساء في إيران المرموق سياسيا ولديهن خبرة طويلة في النضال السياسي تمتد لأكثر من 100 عام إلى هذا الحد؟ يجب البحث على إجابة عن هذا السؤال الجوهري في طبيعة نظام القرون الوسطى هذا المناهض للمرأة، إذ إن كل هذا الضغط والظلم والتمييز الذي تتعرض له المرأة يرجع إلى طبيعة نظام الملالي المناهضة للمرأة. قال خامنئي في أواخر العام الماضي: أن نفتخر بأننا لدينا الكثير من الوزيرات والممثلات والنائبات في مختلف القطاعات ورؤساء المؤسسات التجارية، إن الفخر بذلك خطأ، حيث أنه أمر سلبي ضدهم. نعم، بمثل هذا الفكر الفاسد والمنحل في قمة النظام يصبح قمع النساء وتهميشهن أمرا مؤسسيا. وهناك أفق آخر في عملة هذا العداء الوحشي للمرأة، أفق واضح يبشر باقتلاع جذور فكر الملالي الذكوري الذي ينخر فيه السوس. في إيران الحرة غدا، العالم الذي ستتحقق فيها للنساء الإيرانيات الأحرار رغباتهن القديمة: أولا الحريات والحقوق الأساسية، ثانيا المساواة أمام القانون، ثالثا حرية اختيار الحجاب، رابعا المشاركة على قدم مساواة في القيادة السياسية والتعيين في أعلى المناصب القضائية، خامسا المساواة القضائية، سادسا المساواة في الأسرة، سابعا حظر العنف، ثامنا حظر الاستغلال الجنسي، تاسعا إلغاء قوانين شريعة الملالي المناهضة للمرأة، عاشرا تعزيز الخدمات الاجتماعية. والوصول إلى هذه المرحلة ممكن من خلال عبور المجاهدات والمناضلات الإيرانيات من بحر الدم والألم والتعذيب، وبالقيادة الشجاعة والتضحية لامرأة مسلمة تدعى مريم رجوي. وسوف يستمر هذا المسار حتى تحرير المرأة الإيرانية وازدهار أمورها.